صباح الخير أستاذة. بالبداية يعني عم نحكي عن الطلاق الإداري، شو يعني الطلاق الإداري؟ ممكن هذا المفهوم شوي غريب على سمع البعض، خلينا نحكي عنه ونشرح عنه لحتى كل السيدات تعرف شو يعني الطلاق الإداري. تمام، هلا الطلاق الإداري هو معناه إنهاء علاقة زوجية. الإنهاء علاقة زوجية بتتم من قبل الزوج، يعني بإرادته المنفردة. بحيث انه بيكون معامله اداريه، تسمى هي المعامله، يعني تسمى هي المعامله اللي عم ياسسها اسمها معامله الطلاق الاداري، وبيقوم برفعها بديوان المحكمه الشرعيه. هون بدي نوه انه لاحظنا انه بالطلاق الاداري انه عم يتم رفع هذا الطلاق من قبل الزوج وليس من قبل الزوجه وبارادته المنفرده. كمان بدي اقول لك انه ليش سميناه بالطلاق الاداري، هذا اللي كنت اسالك عنه، ليش اسمه طلاق اداري؟ يعني تماماً. شو نعرف في طلاق تعسفي، يعني ليش اسمه طلاق اداري؟ شو الفرق بينه وبين الطلاق التعسفي؟ تمام، هلا اول شيء انه الطلاق الاداري انه لانه تم رفعه امام المحكمه الشرعيه، امام ديوان المحكمه الشرعيه، تمام، يعني مو بيرفع مباشره امام القاضي، عم يرفع امام ديوان المحكمه الشرعيه. وبدي نوه انه الطلاق الاداري هو طلاق رجعي. يعني شو معنات كمان طلاق رجعي؟ معنى انه طلاق رجعي انه اثناء فتره العده بعد ما بيتم طلاق رجعي. اثناء فتره العده بعد ما بيتم الطلاق، اثناء فتره العده انه اذا رغب الزوج باسترجاع زوجته ممكن انه يسترجع. اما اذا انقضت مده 3 اشهر تبع مده العده، هون انه اذا بعد مده العده رغب انه بده يرجعها لازم انه يعمل عقد جديد، عقد فراق جديد ومهر جديد. عم حضرتك قلتي لي شو معنات الطلاق؟ شو الفرق بينه وبين الطلاق التعسفي؟ تماما، هلا هو من ناحيه الفرق لك، الطلاق التعسفي كمان هو اقدام الزوج على طلاق زوجته وفي ارادته كمان المنفرده، بس هون انه عم يتم الطلاق من دون سبب وجيه او مقنع. بحيث يعني انه من هذا الطلاق انه عم يسبب ضرر للزوجه، يعني ممكن انه يشكل هذا الشيء فقر او بؤس من هذا الطلاق، لانه دون رغبتها وهو قرر بارادته المنفرده انه يقوم بهذا الطلاق، لذلك سمي بالطلاق التعسفي ومن اسمه الطلاق التعسفي دون سبب وجيه او مقنع. نعم، يعني بشكل عام اليوم عم نشوف السيده هي بتكون اضعف من او الزوجه اضعف من الرجل، ان كان بالشق المادي ان كان بالقوانين اللي هي شوي، يمكن الاحكام هي شوي بتظلمها للسيده. اليوم لما بدت يعني بيتم عملية الطلاق كان من قبل الزوجة، شو هي الإجراءات يلي لازم تتبعها؟ كيف بدها تتوجه؟ شو هي يمكن الاستثناءات يلي ممكن تساعدها إن هي ما تنظلم أو تكون يمكن تحت يعني ضغط كبير بأنه هي ما عاد تقدر تتحمل هالضغط حتى لو بالخفي عن زوجها إن هي ترفع قضية الطلاق، شو بيحميها للزوجة؟ هلا ممكن انه اذا رفعت دعوه الطلاق بعد ما بتتوافر لها الشروط، يعني انه لازم انه الطلاق التعسفي تتوافر له شروط، فاذا توافرت هي الشروط ممكن انه نقول انه اذا كان الطلاق مثل ما خبرتك انه دون اراده الزوجه او دون رغبتها او انه هي ما طلبت هذا الطلاق، او ممكن اني اقول لك انه اذا كان بسبب غير مقنع او انه تعسف الزوج باستعمال هذا الحق. ما معنى تعسف؟ يعني مثل انه اقول لك اساء باستعمال الحق، يعني الزوج في ظلم، الزوج بحق له انه يطلق زوجته، بس وقت بيسيء استعمال هذا الحق فهون عم نقول انه تعسف باستعمال هذا الحق. هذا المؤلم لما تقولي طلاق اداري بيحق الى الزوج، طلاق تعسفي يحق للزوج. تماما، يعني كله بيد الزوج. هي لانه قلت لك انا بما انه طلاق اداري اذا زوجي هون ما له اي دخل، يعني ما بتتدخل باي، الموضوع كله بيكون على الزوج وبارادته المنفرده. تحصل على كافه مستحقاتها؟ هلا هون بدي اقول لك يعني هون بنلعب كثير بالتفاصيل، يعني في كثير ثغرات بفوت فيها الزوج المحامي، كيف بيتم انا اثبات هي فعليا انا طلاق التعسفي ولا اداري؟ تمام تمام. هلا هون الزوجه انه بالنسبه انه تم طلاق الزوجه وحست انه الزوجه انه هذا الطلاق انه كان غير مشروع وغير مقنع وغير وجيه، فممكن انه تتوجه وترفع دعوه الطالب فيها بالتعويض انه هي طلقت طلاق تعسفي. بهي الاثناء انه القاضي بيقوم بدعوه الزوج، بيقوم بدعوه الزوج، وعلى الزوج انه يثبت انه شو الاسباب اللي ادت الى هذا الطلاق، هل هناك اسباب
جدية لهذا الطلاق، أما أنه في أسباب غير مقنعة. إذا الزوج قام بإخبار القاضي بكل الأسباب وما اقتنع القاضي، ففي هذه الحالة بيقبل القاضي بتعويض الزوجة اللي هي بتطلبه. طب حتى لو في خلل ما بتحصل على مستحقاتها؟ هون بقلك لقلك بالطلاق التعسفي الزوجة بتستحق كل مستحقاتها. على بيلتزم الزوج بالمهر وبيلتزم بالنفقة. لأنه هون عم نقول نحن طلاق تعسفي، هو بكل الأحوال الطلاق سواء هو المطلق عم يتم بإرادة من فردة ومن قبل الزوج، بما أنه هو اللي عم يرغب بهذا الطلاق وهو وبإرادته هو، يعني ما طلبت منه الزوجة وما كان وفق رضاها، فهون بتستحق الزوجة نفقته وبتستحق مهرة. طيب رنا، في كتير من الأزواج هن بيرفعوا قضية الطلاق وهن بدهم يطلقوا، ولكن ممكن بعد شوي يحبوا يأذوا للزوجة ويوقفوا ما يجوا على المحكمة، يعملوا لها يمكن مشاكل كتيرة لحتى يماطلوا بقصص الزواج، وهن ما عندهم مشكلة يعني إن حبوا يرتبطوا بشخص تاني أو يكفوا حياتهم طبيعية، هي العترة على الزوجة. اليوم المحكمة شو هي الإجراءات اللي ممكن تتخذها؟ الزوجة شو هي؟ هيك خلينا نعطيها بعض الإضاءات نقويها لهالزوجة يلي دائما يمكن بيتكاثروا عليها الكل. يعني إنه ممكن إنه كيف إنه بتحصل على التعويضات أثناء الطلاق؟ مو على بس التعويضات، كيف هي تكفي مسيرة الطلاق بشكل سليم حتى لو عركسها الزوج؟ هلا هون نحن عم نقول إنه الزوجة هي اللي عم تتعرض للطلاق. تمام، من هو رفع قضية الطلاق؟ هو اللي رفع دعوة الطلاق. تمام، دعوة الطلاق. بس هون ممكن إنه اللي، ولكن بعد شوي هو بطل بده، صار يماطل بالطلاق، هون شو الزوجة بتعمل؟ صار يماطل بالطلاق يعني هلأ لك هلأ أغلب الحالات للأسف بنشوف فيه مماطلة بالطلاق، يعني طلاق حتى لو كان هو بده منه سهل مثل ما عم نحكي نحن، يعني كل المحيط اليوم اللي عم نشوفه كثير من السيدات تتعذب لتحصل على الطلاق، يعني سنوات طويله ممكن هي المعامله تاخذ كثير من الاجراءات يستغلها يعني الزوج او المحامي بعض الثغرات يلعبوا على هي التفاصيل. انا ممكن اقول لك انه الزوج انه ممكن يقول انه انا قررت اني يعني بدون ما يقول انه يرفع دعوه طلاق امام ديوان المحكمه الشرعيه مثل ما قلت لي، وبعد ما بيرفعها هون القاضي ممكن انه يقول له لا تتخذ، يعني انه ما بيسمح له باتخاذ اي اجراء. يعني وقت بيرفع هي الدعوه وبيعمل هي المعامله ما بيسمح له باتخاذ اي اجراء، وانما بيعطيه مهله شهر عسى او املا انه بيكون في صلح بين الطرفين. فاذا اصر الزوج وبده يطلق بعد انقضاء مده هذا الشهر، فهون القاضي بيقوم بدعوه الزوجين وبيشوف سبب الخلاف شو هو وبيحاول ازاله هذا السبب. طبعا هون القاضي ما بيكتسب جهد، بس انه القاضي هو اللي بيبذل جهد في هذا الامر، ممكن انه يعين محكمين من اهل الزوجين، من اهل الزوج والزوجه، انه مشان يصلحوا بيناتهم. بهي الحاله اذا برغم ذلك لم يتم الاصلاح برغم كل المساعي، في هذه الحاله بيتحدد موعد، هون على سؤالكم، بيتحدد موعد للتلفظ بعبارات الطلاق للزوجه. اذا هي بدها الطلاق هو ما بده يعطيه، يعني بنشوف هي الحالات هي بدها الطلاق. هلا اذا هون بنتطرق لموضوع ثاني، اذا هي بدها الطلاق وهو ما عنده رغبه هون بنستبعد عن موضوع بنستبعد موضوع لانه الطلاق بايده. هو ما بده يعطيه الطلاق، فهون الزوجه ما بيكون قدامها الا التفريق لعله الشقاق، انه هي بترغب بالطلاق اما هو ما عم يرغب انه يعطيها هذا التفريق. بتتنازل عن كل مستحقاتها التفريق؟ هلا التفريق لعله الشقاق وقت بترفعه الزوجه المتقدم قولا واحدا بيكون لها، اما بالنسبه للمتاخر، المتاخر انه على حسب المحاكمين بينظروا لهذا الموضوع بيشوفوا مين سبب الخلاف الاكبر، فممكن انه ما تستحق كامل مهره المتاخر، ممكن انه يكون نص، وممكن انه ابدا اذا وجدوا انه سيئه السمعه فعلا او اذا وجدوا انه مؤلم انه الرجل اذا بده يحصل على الطلاق في يحصل عليه بالهين، بس المراه بتتعذب بقانوننا للاسف الى الان. بس انه لا يعني بس انه في هو يعني انه في ثغره قانونيه انه بالطلاق التعسفي اذا تبين انه هي فعلا مطلقه طلاق تعسفي فممكن انه مثل ما خبرتك تتوجه للقاضي وتطلب تعويض، وهيك القاضي ممكن انه تكون نفقت 3 سنوات مع فوق نفقه العده، وبيشوف القاضي انه اذا كان هذا الزوج ميسور الحال وحسب ايضا كمان قديش درجه التعسف فبيقدر التعويض. وهون اذا كان فعلا يسر الحال فهون كمان بدي اقول لك انه الزوجه كمان بدها تثبت هذا الشيء،
يعني بدها تثبت امام القاضي انه انا زوجي ميسور الحال. شلون بدها تثبت؟ بدها تثبت من خلال ممكن لك الراتب، بتجيب بيان عن الراتب انه راتبه عالي مشان يكون تعويضه يكون منيح، ممكن من خلال العقارات انه بيمتلك عقارات معينه او له املاك معينه، فهم بيكون تعويضه منيح بمقابل الطلاق التعسفي اللي هي اتطرق الزوج لها. واما اذا ممكن لك اذا كان غير ميسور الحال ممكن انه يندفع بالتقسيط، يعني ممكن انه القاضي يسمح انه هذا الزوج يدفعه بالتقسيط. يعني هي هون استغلال الموضوع انه بالطلاق الاداري عم تحصل على كامل حقوقه، لانه المتسبب بهذا الطلاق هو الزوج بارادته المنفرده، وخاصه اذا ما كان في سبب. نحن بنقول خاصه اذا ما كان في سبب، فبكل بساطه بتقدر انه، وطبعا هي اللي بدها ترفع، يعني المحكمه مو من تلقاء نفسها بتحرك هذا صحيح. الموضوع هي اللي لازم تقول انه انا اتطلقت وبشكل تعسفي وبدي طالب بالتعويض. نعم، خلينا نرجع الى الطلاق الاداري وخلينا نحكي شو هي اهم او ابرز الاجراءات يلي. تمام، هلا الاجراءات مثل ما خبرتك انه بعد ما بيرفع هذا الزوج الدعوه بيرفعها امام ديوان المحكمه الشرعيه، قلت لك انه القاضي ما بيسمح له انه يقوم باي اجراء، بيعطي فتره شهر عسى انه يتصالحوا بين الطرفين يعني. بس انه طبعا بما انه الزوج عم يرفع طلاق اداري فهو مصر على هذا الطلاق، فاذا رجع للقاضي وعم يطالب بهذا الشيء بتمشي الدعوه. هون بدي نوه انه اذا قلتي كلمه مماطله، هون بدي نوه انه اذا رفع الدعوه بعد 3 أشهر ما حضر تسقط الدعوة وكأنها لم ترفع. طب إذا هو سافر خارج البلد بيعمل وكالة لحدا ممكن من أهله، هو ممكن أنه يكون وكيله قانوني أو ممكن أنه يكون الزوج بيقوم بهذا، حتى التلفظ بعبارات بكل الجلسات فيه هو ما يحضر حتى صح؟ حتى التلفظ بعبارات الطلاق ممكن أنه تكون من قبل الزوج وممكن أنه تكون من قبل وكيله القانوني. وهون بس كمان بدي نوه أنه لازم أنه الزوجة تتبلغ موضوع التلفظ بعبارات الطلاق، يعني انه امام القاضي انه يتم انه انت طالق. وهون بدي نوه كمان انه الطلاق بيكون طلقه بائنه ورجعيه مثل ما خبرتك، ممكن انه ترجع. شو معنى بائنه؟ يعني بينونيه صغرى، يعني انه ممكن انه ترجع خلال فتره العده، يعني مو انه طلاق ثلاثي انه 3 مرات طلقتك، لا، يعني هي طلقه واحده وبتكون من تاريخ التلفظ بعبارات الطلاق، وحتى عدتها بتكون من تاريخ التلفظ بعبارات الطلاق. وهون كمان بدي نوه لي انه الزوجه اذا تبلغت او ما تبلغت، يعني انه مجرد انه تبلغت انه تعالي في انت لازم انه في تلفظ بعبارات الطلاق بدها تكون من قبل زوجي، اذا تبلغت ما حضرت وقع الطلاق، واذا حضرت كمان وقع الطلاق. مثل ما بنقول يمكن ابغض الحلال عند الله الطلاق، والله يبعد كل المتزوجين عنه، بس نحن بنحكي عن طريقه الطلاق كيف بتكون بعمليه يعني سلسه وسليمه بين الزوجين يكسبوا بعض طول العمر، لانه عم نسمع بطرق كثير هيك بالتعامل يكون في عذاب ومجهود كثير كبير، وحتى ضمن القانون يمكن في بعض الثغرات بيستغلها الزوج للاسف لا مماطله في عمليه الطلاق. نتشكرك استاذه المحاميه رنا القصص على وجودك معنا، شكرا كثير لك. شكرا كثير لك.